تكشفني نطرد الناس. ايوا كدا كون كفو. هذا اش فيه يناظرني؟ يلا شيف لنا اثنين اخ اخرين. شيف شيف يا سعود. انت ماش ما عجبتيني. افا والله ايش سويت؟ ابدا. ابى اقول لك ايش سويتي يا غبيه. اول شيء سويتيه لازم تصيرين ثقيله وخلي شعرك قايله كذا وخلوك ثقيله. انت مع من؟ جايه مع سعود. لازم نحن انت كان احنا جايين وشو سارقين كامري وصادمين عليها في الغروب وداخلين عليهم في القسط. لازم الهداوه، لازم وشو الكياته. بس اسمعيني كفو. اسمعيني زين. اسمعيني. ايوه هذه جات. اسكتي اسكتي. لا 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 دقيقه اسمعيني. تبينا ندخل تحدي قوي؟ يلا عليهم. بس غيري ستايلس. احط نظارات؟ لا ابي كذا كيوت. كيوت وبي ثقيله ثقيله. اي واحد يقول السلام عليكم يا الله تردين، يا الله تردين بعد الشيء كانك ما تسمعين. قل... نعم ايه بس وعليكم السلام. ايه ثم نقول كذا شوفي شوف الله يرحمه بنمسك خط الدمام. انت قاعد تحطين فيري وش بندخل مصارعه؟ انت مهبوله انت. يا لعنه بعد العيانات ذي الصغار مسيها خلها تجي وساعه الله يجعل في السلال وسعيها منا العيون من قطله منا. ايوه اي هي هي مديها شوي منا انت حطيت لها جناح. والله قاعد احنا بعيد الفطر. هي العنب بيس الحاله. ذنب عن الفاضي. حطيت لها جناح يا ام جناح. وش تحطين حمور؟ اجلع ابطينا ابطينا على العرب. انت ما كنت تبينين جالسه في السلال. هذه اللي تجيك تقعد على المرايه تقعد على المرايه. ابطينا على العرب. العرب تعشى وخلصوا وانت باقي ناشفتين في المرايه. جالسه من زينه ثم زين وجهز. اجري الشعر منفرد كانه طاح عليه مكيف. خلاص لا خلي الشعر. من ست شهور ما تعطرت. ما تعطرت في وش اخي سعود. هلا والله. وش نشبني شاب؟ وش انت مرتد قفت انت ما بقول وش تبي ذا؟ وش يدريني انك معاه؟ يعني خلاص تباك هاي اتعيري. انت الحين ما بعد تبت انت سم